السلام عليكم سيد يماني. اليوم بطبيعة الحال كاين واحد الاعتصام الان باقي واحد غموض واش هو اعتصام مفتوح ام ماذا؟ اشرح للمغاربة. هذا شكل جديد من اشكال الاحتجاج اللي الصيغه ديالو هو انه اعتصام يبتدئ من الساعه الرابعه وسيعلن على نهايته في الوقت المناسب، وهذه اعتقد مستوى ثاني من تعليه ديال الصوت لعل من في اذنه وقر انه يفهم بانه المساله وصلت واحد المرحله حرجه. وانتم كمحمديه بريس وخصوصا كتخصصوا بالشان المحلي، هذه رسالة للسكان ديال المحمدية الذين كانوا يقتاتون بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه المقاولة. تنقول لهم ما تنساوش الخير ديال هذه المؤسسة. هذه المؤسسة اليوم باغياكم على أساس توقفوا بجنبها. ولذلك احنا كندعيو من خلالكم بهذا المناشد الناس ديال المحمدية التحقوا بنا في هذا الاعتصام من أجل على أساس أنه الحكومة تحمل مسؤوليتها لإنقاذ هذه المقاولة. سميري الا صبرت علينا تقريبا 10 سنين وهي صامده، راه ما يمكنش تصبر اكثر من هادشي. اذا ولذلك نعتبر بانه كل الاوهام التي كانت تتحجج بها الحكومه بانها سقطت واخرها الورقه ديال التحكيم الدولي، اذا اليوم اللي كان هو انه الحكومه ورئيس الحكومه يخرجوا راخيه اللي عنده ويقول لنا الى اين ستصير شركه سمير. اذا في ظل هذه الحكومه هذه واش كتشوفوا واش كاين شي امل في يعني في حل هذا المشكل ديال سمير واعاده يعني صناعه التكرار كما هو؟ احنا مناضلين ومطبوعين بالامل، واملنا يتجدد من يوم الى اخر. نعم. وما زال لنا اليقين بان هذه المقاوله سترجع الى امجادها. وحنا لسنا بحكومه حتى يكون بيدنا القرار. الحكومه اللي كتعتبر راسها هي اللي حاكمه المغرب هي اللي عندها الجواب على هذا السؤال هذا. إذن ولذلك نلح بأنه السلطة التنفيذية عندها اليوم مسؤولية أكثر من أي وقت مضى على أساس تأخذ القرار المناسب لإنقاذ هذه المقاولة. طيب شركة سمير واش هي يعني باقة مؤهلة وقادرة على يعني الإنتاج والتكرير؟ طبعا احنا ما واقفينش هنا اليوم، واقفين من أجل السراب. احنا واقفين لان امنين بان هذه المقاوله ما زالت قادره على استئناف نشاطها. نعم. وبميزانيه معينه وفي اجال معين. نعم. وهذه المقاوله قادره على اساس تجاوب على 67% من الحاجيات المغربيه من الطاقات البتروليه. ونوضحوا للمغاربه بانه العالم باسره ما زال محتاجا الى الطاقه البتروليه. وبانه المزيج الطاقي المغربي اليوم فيه اكثر من 53% من المواد البتروليه. نعم. اليوم كلها كنشريوها من الخارج مواصفات. فلذلك كنقولوا بانه لسمير خصها ترجع باش على الاقل نجاوبوا على 53% ديال المزيج الطاقي، وخصوصا على انه اليوم حنا هذا الاعتصام كنديروه وترامب يتربع على البيت الابيض، وترامب معروف بانه صديق للطاقات الاحفوريه، بمعنى البترول والغاز عنده مستقبل وسيبقى له مستقبل، واللي عنده شي بديل يفك المغاربه من 15 درهم 16 درهم لتر ديال الغازوال يعطيه لنا يتفضل غدا مرحبا. طيب الحاله اخر سؤال اخر، الحاله الاجتماعيه ديال العمال تقريبا 10 سنوات كيف هي الان خاصه في السنوات الاخيره؟ وضع مزري ومزري الى اقصى الحدود. نعم. الناس هذه 10 سنين هم محرومين باكثر من 45% ديال الاجور ديالهم، محرومين من المعاشات ديالهم، اكثر من 550 متقاعد اليوم خارجه من لسامير، يعني التقاعد ديالنا ما كتاخذوش بشكل كامل. وضع مقلق، كاين اوضاع نفسيه يعني متازمه، لكم ان تتصوروا حجم المعاناه هذه 10 سنين. اذا هذه الثروه الاساسيه اللي كان المغرب كيفتخر بها في الصناعه ديال التكري ديال البترول، اليوم ها حنا نتفرج على ضياعها وعلى تبديدها. اذا الانقاذ ديال الشركه ديال لاسامير كوسائل ماديه للانتاج، معها كذلك الانقاذ ديال هذه الثروه البشريه التي تعتبر من رأس مال لا مادي اللي كيفتخر به المغرب. شكرا سي حسين.